Good morning, KG. How are you, teacher? اليوم مس بدنا ناخذ حرف جديد اللي هو حرف ال L. حرف ال L. في عندي L capital letter وال L small letter. L capital letter و L small letter. عيدوا معي KG. L L L capital letter و L small letter. ال L capital letter وال L small letter. تابعوا معي يا كيجي. L capital letter و L small letter. L capital letter و L small letter. كمان مرة. L capital letter و L small letter. 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 طبعا ال L capital letter و L small letter بيشبهوا بعض. خط للأسفل وخط على السطر. السمول لتر خط للأسفل وشوي على السطر، ما بكمله كامل إنه هاد نص سمول لتر وهاد كابيتال لتر. ال كابيتال لتر و ال سمول لتر. ال كابيتال لتر و ال سمول لتر. يلا عيدوا معي. ال كابيتال لتر و ال سمول لتر. ال كابيتال لتر و ال سمول لتر. ال كابيتال لتر و ال سمول لتر. فيديو اليوم بدنا ناخذ تحقيقه عن حرفنا الجديد. بالفيديو القادم بدنا ناخذ كلمات على ايش؟ على الحرف اللي عندنا. رح ناخذ كلمات على الحرف اللي عندنا اللي هي ال كابيتال لتر، ال سمول لتر، ال كابيتال لتر و ال سمول لتر، ال كابيتال لتر. ال small letter. ال capital letter و ال small letter. هيك يا كيجي مس بنكون خلصنا فيديو التهيئة. نهيئ حالنا للحرف اللي راح نتعامل معه بهذا الأسبوع. ال capital letter و ال small letter. وصار هيك كيجي تكون يا مس وصلتكم تهيئة الحرف. و goodbye.